بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه بيجو 405 تربو ديزل، ركبنا لها محرك. طبعا باش نعطيكم بسطة على القطعة متاعها اللي موجودة في المحرك التربو. عندنا هذا الراديتير متاع التربو، طبعا هذو ما يشوف فيهم فوق منهم راديتير، فما اللي يشوف فوق منهم راديتير فما اللي لا. هذا من النوع يجي فيكم هما راديتير، هذه الديريت نتاع التربو اللي هم يمشي للفلتر نتاع الهواء. عندنا هذه ابارين نتاع التسخين اللي هي تسخن الشمعات. عندنا هذايا فلتر الديزل اللي هو فلتر المازوت. عندنا هنا حساسات نتاع الحراره ونتاع طبعا فيها عده انواع من الحساسات، لان جي هذه المحرك جي معها حساسات زياده نخلوها زي ما هي ما نمسوهاش. عندنا هذه مضخه الديزل نوعيه روتو، نوعيه روتو هذه روتو ديزل. هنا عندنا البخاخات، هنا عندنا الشمعات، هذوما الشمعات تاعها. هنا عندنا لوطا، عندنا المولد نتاع الكهرباء، وعندنا لاسيستي اللي هي نتاع سكاتولا الهيدروليك. عندنا طبعا فلتر الزيت والحساس نتاع الزيت بحذاه، وعندنا هذايا مبرد الزيت، مبرد الزيت. عندنا هذايا مكان الترموستال هنا، هنا هذايا مكان نعملوا منها بيرج للماء، كي بدا الماء فيه هواء ولا حاجه نعملوا لها بيرج مغادي. عندنا هذايا مصب الزيت والمقياس نتاع الزيت. عندنا هذايا مضخة الديزل اللي هنا بالجنب. هنا جي كاتينا، طبعا كاتينا في الجهة هذه اللي هي سيسلا، يعني الشان ديستريبيسيون او الشان كروا. عندنا هذايا الدمرير اللي هو الستارتر او الموتورينو. عندنا طبعا علبة السرعة جي من هنا، وطبعا عندنا الباتري، وعندنا الخزان تاع الزيت تاع الهيدروليك. عندنا فلتر الهواء، عندنا الرادياتر، وعندنا من هنا هذا خزان الماء تاع المساحات. عندنا هذا مكان الشفاش. عندنا هنا السرفو تاع الفرامل، هذا السرفو تاع الفرامل ومضخة الفرامل والخزان تاع زيت الفرامل. عندنا الداخل هنا مساحة المحرك نتاع المساحات، يعني هذو من الحاجات الموجودين في السيارة الـ 405 تيربو ديزل. إن شاء الله تنفعكم هذه الكاميرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.